بحضور سيادة المطران خريستوفوروس عطلة أقيم لقاء المجموعات الكشفية الأرثوذكسية الأولي في قاعة كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل الأصوفية بمشاركة قادة المجموعات الكشفية الأرثوذكسية في المملكة. وفي كلمته شكر سيادته القادة الكشفيين على تعاونهم المستمر وخدمتهم لرعاية المملكة، مؤكدا على أهمية الوحدة والعمل والتعاون المتبادل في الخبرات بين المجموعات. ومن ثم استمع سيادته للتحديات التي تواجه القادة في مجموعاتهم وأعطى توجيهاته للمعنيين للعمل بها. وفي الختام قدمت الفرق الموسيقية للمجموعات عدة معزوفات كشفية في ساحة بستان العذراء، والتقطت صورة تذكارية للجميع مع سيادته والآباء الكهنة.